جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة، أصحابكم فيها أنا مكي هلال. والبداية كالعادة بالعناوين: مقتل 16 شخصا وإصابة 85 آخرين في حادث سير موريان بالقصرين، والقضاء على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية استباقية، والمواجهات الأمنية بحي الكرمة تسفر عن استشهاد شاب. فتح باب الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في 2 سبتمبر، وهيئة الانتخابات تعلن عدم تسجيل أي طعون بخصوص قائمة الناخبين بعد انقضاء الأجل. تخصيص 13.5 مليون كتاب للعودة المدرسية المقبلة، وبعث موقع إلكتروني مجاني خاص بالمراجعة والتدارك. طابت أوقاتكم جميعا مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، ونبدأه بالحدث الأليم الذي هز ولاية القصرين اليوم، بالضبط منطقة خمودة من ولاية القصرين. الحادث الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وسقوط 85 جريحا وفق بيان لوزارة الداخلية. الحادث كان عبارة عن اصطدام عنيف بين حافلة وشاحنة ثقيلة محملة بالإسمنت، وأسفر عن العدد الذي ذكرناه. وزارة الداخلية من ناحيتها أيضا نفت في بيان لها أن يكون الحادث ذا صلة بالإرهاب أو مدبرا. لمعرفة آخر التفاصيل والأجواء هناك في خمودة بولاية القصرين، يضم إلينا مباشرة موفد الأخبار إلى هناك سعيد الزواري من أمام المستشفى هناك على ما أعتقد. كيف بدت الصورة وقد حل المساء في القصرين اليوم؟ نعم مكي، عاشت مدينة القصرين يوما مرعبا بأتم يعني معنى الكلمة. استفاق أهالي المدينة على فاجعة يعني كبرى في الحقيقة، يعني أهالي المدينة استفاقوا على فاجعة كبرى خاصة بعد الحادث الذي جد في منطقة خمودة من التابعة لمعتمدية فوسانة. زرنا هذه المنطقة والتي تبعد حوالي 22 يعني كيلومتر عن مدينة القصرين، تبعد أيضا فقط 4 كيلومترات على جبل السمامة، وأيضا 11 كيلومترا يعني جبل الشعام. بصورة الحادث تتلخص في فقدان سائق جزائري للسيطرة على شاحنته، أدى إلى اصطدامه بحافلة لنقل الركاب كانت متجهة إلى مدينة القصرين. كان ذلك كله وسط يعني وسط الشارع الذي يحوي السوق الأسبوعية بالمنطقة، منطقة يعني خمودة، ما أدى إلى سقوط يعني عمود كهربائي سقط على السيارات التي كانت رابضة بالمكان. أدى كل ذلك إلى اشتعال هذه السيارات، اشتعال يعني السلع هناك، اشتعال أصحاب السلع، اشتعال أيضا يعني المتبضعين يعني الذين كانوا متواجدين هناك بالسوق. السوق يأتي أو الشارع يأتي في منحدر، وهو ما أدى ربما إلى تزايد عدد الضحايا الذين يعني ذكرتم مكي. كان هذه فقط يعني صورة يصعب وصفها في الحقيقة التي كانت هناك، لكن هذه فقط نصف الصورة المرعبة. النصف الثاني مكي هو المأساة التي تجري والتي جرت بعد وصول الضحايا والجرحى هنا إلى المستشفى الجهوي بمدينة القصرين. يعني لم تتمكن الطواقم الطبية على قلتها الموجودة هنا في المستشفى من استيعاب يعني العدد الكبير من الجرحى، ويعني البداية بعلاج يعني وضعياتهم. في الحقيقة يعني تمكنوا فقط من علاج عدد قليل منهم، وذلك لافتقاد المستشفى إلى يعني الإمكانيات اللوجستية، وأيضا حتى إلى الطواقم الطبية والطواقم شبه الطبية، وأيضا إلى العمل. زرنا بعض الأجنحة داخل هذه المستشفى، في الحقيقة لا يخيل لك أبدا أنك داخل مستشفى جهوي في ولاية يعني مثل ولاية القصرين. كل ذلك يعني خلف احتقان كبير في صفوف أهالي الضحايا، وكذلك عامة الأهالي مكي. هم يقولون إنهم يعني في كل مرة تقع فيها كارثة في مدينة القصرين خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يعني يتلقون وعود من كبار المسؤولين الذين تعاقبوا الحكومة في هذا السياق. سعيد وبي يعني تحسين وضع
نعم، في هذا السياق ماذا عن الجانب الرسمي؟ هل تمت زيارات لمسؤولين لوزراء لوجوه من الحكومة الجديدة؟ وماذا عن ماذا قال الأهالي عن هذا الاهتمام أو قلة الاهتمام ربما؟ نعم، على مستوى المسؤولين قبل قليل زارت يعني وزيرة الصحة سميرة مرعي المستشفى واطلعت على بعض حالات يعني الذين كانوا متواجدين، حالات الجرحى الذين كانوا متواجدين داخل المستشفى. هي في الحقيقة يعني بقيت فقط الحالات التي لا تشكل خطورة والأشخاص الذين لهم عندهم إصابات يعني طفيفة. الوزيرة يعني ربما كسابقيها وعدت بأن يعني تكون هناك إجراءات عاجلة للمستشفى وللجهة بصفة عامة، وأن هناك إجراءات ستكون يعني على المدى المتوسط والمدى الطويل. قبلوها في المقابل يعني رفعوا الأهالي الشعارات بأن هذه الوعود كما قلت هي وعود الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على الحكم، ولكنهم إلى الآن كل هذه الوعود بقيت يعني حبرا على الورق، ويعني المستشفى بقي مفتقدا إلى الأجهزة اللوجستية يعني وما وجد هنا من أجهزة فهو معطل. مثال على ذلك يعني جهاز الأسكانير، مما اضطر يعني إلى إجلاء يعني أو يعني إلى إجلاء نعم الضحايا إلى أو الجرحى إلى المستشفيات الولايات القريبة. يعني هذا نعم مكي هذا نصف يعني يأتي كل هذا مع تزامن عمل مع العملية الأمنية الناجحة التي جدت فجر هذا اليوم أيضا يعني مدينة القصرين بحي الكرمة، والتي أدت إلى القضاء على إرهابيين اثنين واستشهاد شاب في عمر 16 سنة. نعم، نشكرك موفد قناة التاسعة إلى القصرين التي تصدرت اليوم نشرات الأخبار وكل المنابر الإخبارية في الحقيقة نظرا للحادث الأليم أولا الذي جد صباح اليوم، حادث المرور الذي ذكرنا بحصيلته منذ قليل. على كل التقرير التالي يضيف في علاقة بحيثيات هذا الحادث، حادث السير الأليم وردة فعل الأهالي أهالي الضحايا والمتضررين هناك. اهتزت منطقة خمودة التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بخبر اصطدام شاحنة ثقيلة بعدد من السيارات المدنية، مما أسفر عن وفاة 16 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 85 آخرين. صورة الحادث تمثلت في اصطدام شاحنة أجنبية من النوع الثقيل محملة بكمية من الإسمنت بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين على مستوى بطحاء السوق الأسبوعية. اصطدام ناتج عن إفراط سائق الشاحنة في السرعة وعدم قدرته على التحكم في مكابحها، مما تسبب في انحدارها وارتطامها بعمود كهربائي للضغط العالي قبل أن يسقط على عدد من السيارات واشتعال 15 منها. نخدم على الصغيرات والفقر والمزير وحده، حاطين لنا سوق في حضرة. والله من بدأ السوق وأنا نقوله توي تسيف سيمي، توي تسيف سيمي. من أجل الخبز نخدمه، جاء كميون هابط ما عندهش فراغ، ضرب الكار دخلت علينا كار بنصبنا بكل مشاكل، إحنا هربنا. الواحد هرب بروحه ماني. هربنا وخلينا نصبنا. الحماية المدنية جتنا بعد ساعة ونص، ما جتنيش معناها جتنا بعد ساعة ونص. اللينيا هذه اللي ضرها الكابل متاع الضوء، لينا حزامية عندها 10 سنين تالي مرشومة والميزانية صبها وتسرقت. البلاصة هذه متأخرة لأقصى درجة، متأخرين لعدنا لما الضوء بالمطلب يقص يقعد بالأربع أيام بالخمس أيام باش يرجع لنا الضوء. 16 حالة وفاة، ثم الخسائر المادية اشتعال كلي لي 15 وسيلة مدنية، اشتعال الشاحنة المتسبب في الحادث والمحملة بالإسمنت، تضرر حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين وسقوط العمود الكهربائي. حالة الاكتظاظ وغياب أبسط وسائل العلاج وعدم توفر الإطارات الطبية بالقدر الكافي اضطر القائمين على المستشفى الجهوي بالقصرين إلى إرسال 14 حالة خطيرة إلى المستشفيات الجهوية بكل من القيروان وسيدي بوزيد وسوسة وبن عروس والقصاب بالعاصمة. حاليا احنا جونا 4 مرضى، فيهم واحدة باش نبعثوها سامي في صفاقس، إن شاء الله مازال عنا إمكانية باش نواصلوا حتى لو تلزينا وجونا وضعيات أخرى. عنا المعتمدية بالحفي وبن عون متفقين معاهم ونسقنا معاهم. نسمع فطر شيق تلفت نقل خارج قلبت في الكياس وبدت تشقلب وجاي هربت،
نجري خلطت عليا اخر شقليبه لها هي خلطت لي على نصي اللوطي تردرت مشى وقعدت تحت لجت رجال تجاره جبدوني من تحت وهزوني يدوني للمليج اكتظاظ برشا ما ثميش امكانيات ما ثميش اطارات موجوده غادي ولو عاد القروي لكن نقعد في القصرين ممكن نقعد جمعة وانا نطيش كهكا وانا نعمل حتى طريقة فما المعدات فما هذوما كيفاش معناها نتاع التحاليل فما لي زاباغيون بان فما حاجة برشا نجمو نعملوها توا حلول موجودة وقت اللي فما حاجة نجمو نعملوها. بعد التحقيقات الأولية كثبت وزارة الداخلية ما راج في المواقع الاجتماعية من أخبار تفيد بأن الاصطدام كان مدبرا من قبل عناصر إرهابية. حسب المعاينات كما قلت من بكري اللي قاموا بها وحداتنا غديكا لا علاقة له بعملية إرهابية. إذا كان جات ثم عملية إرهابية السوق كان موجود بجنبه كان في عود يكمل قدام في الكياس كان ينجم يدخل السوق كريم إذا كان عنده نية نتاع عملية إرهابية دونك لا علاقة. هذا معاينات نقولوا احنا الكاميون طاحلوا الهواء معناتها ما عادش فما فرانجة جبنا واحدة دونك ما عادش يتحكم فيه مع الرزن الموجود محمل البضاعة الاسمنت وسيقول غير قادر تماماً مع السيطرة عليه جملة. يذكر أن الحادثة تزامن مع ارتياد عدد كبير من المواطنين إلى السوق الأسبوعية بمنطقة خمودة وسويعات قليلة بعد العملية الإرهابية التي جدت بحي الكرمة من ولاية القصرين. نبقى في ولاية القصرين حيث أسفرت العملية الأمنية والعسكرية التي جدت فجر اليوم الأربعاء في منزل بحي الكرمة بمدينة القصرين عن مقتل إرهابيين اثنين واستشهاد مدني يبلغ من العمر 16 سنة وإصابة أمني. المواجهات اندلعت في حدود الثالثة فجرا بين وحدات مشتركة من الأمن والحرس والجيش إثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بتحصن الإرهابيين جهاد المباركي وأسامة المحمودي بأحد المنازل بحي الكرمة. تجمعوا على صوت الرصاص الذي اخترق هدوء ليلهم. سكان حي الكرمة بالقصرين عايشوا أمس إحدى العمليات الاستباقية للقوات المسلحة التونسية جيشاً وأمناً. معلومات استخباراتية تؤكد تحصن عنصرين إرهابيين بأحد المنازل بالمنطقة. الإرهابيان هما أسامة المحمودي وجهاد لمباركي المتورط في عمليتي هنشير التلة، إضافة لتورطه في عدد كبير من العمليات الإرهابية في جبال سمامة السلوم والشعامبي. ليلة بإيقاع البطولة والبسالة والشهادة، شهادة اختارت قدراً لها موفق العدودي البالغ من العمر 16 عاماً، وجع آخر يضاف لوجدان الوطن والعائلة المكلومة في حادث مروري آخر. أخوي ولد خويا مقتول قدام دارهم زعم في حومته. عملية أمنية نفذها الفوج الوطني للتدخل السريع بإدارة مكافحة الإرهاب توجت في مرحلة أولى بالقضاء على العنصر الإرهابي الأول لتتواصل الاشتباكات وعمليات تبادل إطلاق النار حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، فجر أبى أن تبزغ شمسه دون أن تكلل العملية بالنجاح التام. بلغت معلومات الوحدات الأمن أنه بوجود العنصرين الإرهابيين هذوما اللي كانوا اللي تم القضاء عليهم وكانوا يتنقلوا في المدة الأخيرة في وسط مدينة القصرين وعندنا حتى معلومة نتنقلوا من بين 10 ديار تقريبا. البارح كنت مركزوا بدار في حي الكرمة هذا في وسط القصرين تمت العملية بدأت العملية تقريبا حدود نص الليل وفات 7 متاع الصباح. في مرحلة لاحقة اليوم تم القبض على عنصر آخر ذات علاقة بهم لا يمكن نكشف عن هويته لأنه الأبحاث مازالت متواصلة في الموضوع هذايا. فصل آخر من فصول الملحمة ترسمه القوات الأمنية والعسكرية، مقدمته كانت في بنقردان وتكملته كانت في القصرين. إسناد شعبي حاشد للقوات الأمنية بالدعوات والزغاريت المتحدية غدر التطرف. هكذا هو قدرنا، أما قدرهم المحتوم فقد شهده هذا المنزل الذي اتخذوه ملجأ. معلومات استخباراتية قدمها المواطنون وعملية استباقية كان كافيين لتحويل الملجأ مقبرة لأعداء الوطن. للحديث أكثر عن موضوع الساعة وعملية حي الكرمة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد سفيان الصليتي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. أستاذ سفيان، أنا أعرف المحاذير الأمنية لكشف المعلومات، لكن بماذا يمكن أن تفيدنا في خصوص تقدم التحقيقات حتى الآن؟
شكرا، تحية لكم ولجميع المشاهدين والمشاهدات. أولا نحب نترحموا على روح يعني شهيد الطفل اللي توفى اليوم في العملية الإرهابية بحي الكرمة بالدخلين. في خصوص معناها العملية نحب نأكد اللي كون على أثر ورود مكالمة هاتفية اليوم على السيد وكيل الجمهورية بالقصرين من قبل الوحدات الأمنية من إمكانية الحصول على إذن كتابي لمداهمة أحد المنازل التابعة للعناصر الإرهابية اللي مشتبهة في ظلوها من العملية الأخيرة ضد الجيش الوطني. سيد وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالقصرين أعطى إذن كتابي، ثم تدخلت يعني الدورية أمنية مشتركة بين الجيش والوحدات الأمنية، وتم تفتيش المنزل المذكور وتم حجز دراجة نارية تبين لكونه هي معناها وقع استعمالها لمداهمة ورصد بعض العديد من المنشآت الأمنية. ثم توفرت معلومات إضافية على أساس لكونه هنالك أفراد وعناصر إرهابية موجودة بالمنزل المجاور. حولت الوحدات الأمنية مشتركة كما قلنا بين الجيش والأمن وقامت بتفتيش المنزل، ولكن تم مداهمتها بإطلاق على وبالرصاص، تم تبادل إطلاق النار على أعوان الأمن مستعملين وقع استعمال عدد زوز رمانات يدوية، ثم قاموا بإطلاق يعني العديد من الشماريخ مما أدى إلى إصابة أحد أعوان الأمن برصاص على مستوى الرجل. وفي حدود الساعة 6 صباحا فجرا سجل خروج أحد العناصر الإرهابية وقام بإطلاق النار في اتجاه الوحدات الأمنية بشكل عشوائي، مما أدى كما قلنا إلى وفاة أحد المواطنين وهو طفل. وبالمناسبة هي نترحمه على وفاته اللي كان من متواجد ضمن الفضوليين، وقد أمكن العناصر الأمنية المتواجدة القضاء على العنصر الإرهابي المذكور. وفي حدود الساعة 6:30 صباحا قام العنصر الإرهابي الثاني بتفجير نفسه، مع التأكيد لكون العنصر هذا مرت في العديد من العناصر الإرهابية اللي تم قضاء عليها، يعني المباركي مرت في العديد من القضايا الإرهابية ومحل في بطاقات جلب من سادة قضاة التحقيق، أهمها قضية تنشير التلة وعملية التنكيل بالجنود اللي جدد ب 2013. مرت في العديد كما قلنا من الجرائم الإرهابية، وهنالك بطاقة جلب صادرة ضده في بالنسبة لقضاة التحقيق بقضاء القضائي المكافحة الإرهاب. إثر انتهاء العملية تم حجز عدد زوز أسلحة نارية نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وحزام ناسف وثلاثة هواتف جوالة، وتم تفجير عدد 5 رومانات يدوية. السيد وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالقصرين بطبيعة الحال تحول على عين المكان وقام بجميع الإجراءات الموطنية، ونظرا للصبغة الإرهابية أحال ملف وتخلى عن ملف للصبغة الإرهابية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. واليوم يعني صباح يعني أذن بالنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عن البحث من أجل القتل ومحاولة قتل شخص والتآمر على أمن الدولة والاعتداء والارتكاب المؤامرة الواقع على ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ومحاولة ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وصنع وتركيب المواد المتفجرة ونقلها واستعمالها ومسكها الإرهاب طبقا للمجلة الجزائية وقانون المتفجرات وقانون الإرهاب. وسيد العميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف أعطى إنابة للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الدرجاني، والأبحاث ما زال جارية يعني وإن شاء الله إذا كان ثم تطورات بطبيعة الحال نعطيكم معطيات في الإبان. نشكرك يا سيد سفيان سليتيا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والنيابة العمومية بتونس، لك جزيل الشكر على هذه الإفادات. أيضا للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية سيد علي العلياني، نرحب بك. إذا أردنا توصيف هذه العملية هل يمكن قراءتها في إطار الرد السريع والمبادرة؟ هي توصف أيضا بعملية استباقية من قبل قوات الأمن، كيف تقرأها أنت؟ يعني عملية الكرمة. نعم. عملية الثانية يعني عملية اليوم هي ربما يعني ليس لها علاقة بالعملية الأولى باعتبار أن الفاعلين مختلفين منفصلين. ولكن ثم التقاء طبعا. يعني في النقاط مشتركة في هذه الأهداف. طبعا العملية هذه عملية استباقية ومن الحجم الهام. علاش؟ لأنه من بين المقبوض عليهم في آخر اليوم شخص مورط في ذبح جنودنا في جويلية 2013، وبالتالي معناها يعتبر العمل الاستخباراتي هام، و
رغم اللوجستيك الناقص بالنسبة للمؤسسة الأمنية والعسكرية فنجم نقول ثم نجاحات كبيرة على هذا المستوى. لكن السؤال اللي نطرحه، هل القرار السياسي يمشي مع القرار الأمني ولا؟ قد ما نشوفه ثم نجاحات على مستوى الأمني، قد ما نشوفه أيضا ثم نقاط استفهام على المستوى السياسي. سنأتي إلى الجانب السياسي، فقط لنوضح للسادة المشاهدين، قلت العمليتين مختلفتين أو منفصلتين على ما بينهما من صلات. البعض يقول عملية الحي الكرمة لا يمكن فصلها أبدا عن عملية جبل سمامة، ولو أن البعض يقول هذه لتنظيم الدولة، والأخرى لكتيبة عقبة بن نافع. هلا فسرت لنا أكثر أوجه الاختلاف إن وجدت أصلا؟ يعني هو أنا أقول اختلاف تقني وليس اختلاف جوهري. نعم. لأنه حتى الذين انضموا إلى داعش في تونس هم أصلهم كانوا أعضاء سابقين في أنصار الشريعة وفي القاعدة. إذن وإحنا إذا كان نعملوا أمتي فلاش باك نشوفوا كيفناش كان أبو عياض منذ تقريبا سنة دعا إلى توحيد العائلة الجهادية بين أنصار الشريعة وبين داعش، وبالتالي ثم نقاط مشتركة بين الاثنين. نعم. لكن ثم سؤالين، علاش العملية الآن؟ نعم. وشنية خلفياتها وكيف يتم هما عمليتان معها؟ جاءت مباشرة بعد بدء الحكومة الجديدة في مباشرة أعمالها وفتح الملفات. التوقيت بالتأكيد مقصود وحامل لأكثر من رسالة، إذا أردنا فك هذه الرسائل ماذا يمكن القول؟ يعني التوقيت نجم يكون هام ولكن بشكل نسبي. أنا لا أعتقد أن المسألة مربوطة فقط بالحكومة، المسألة مربوطة بالمناخ العام الموجود في تونس، ومربوطة أيضا ببعض الخيارات، لأنه هؤلاء الإرهابيين متى يضربوا، وقتاش يضربوا، وقت اللي يظل ثم اختلاف أو رؤى مختلفة في داخل الطبقة السياسية. ونشوفوا اللي المؤسسة الأمنية والعسكرية ثم تم نقاش سياسي، هل نبقي على قيادات أمنية أم لا، وكان ثم نوع من الخلط، ثم شكون اللي يطالب بإزالة يعني بعض القيادات الأمنية، ثم شكون يقول يعني بعد خرج وزير قال إذا اقتضى الأمر أن نغيره سنغير. هذه الوضعية اللي هي فيها جدل سياسي يستغلها الإرهابيون. وقلنا احنا من قبل اللي هالقيادات الأمنية والعسكرية عدت لنا الصيف كامل هذا معناها بشكل جيد، عملية التشكيك في أنه نبقي عليهم أم لا، هذه اللي حكيت عليها من نقاط الاستفهام في الجانب السياسي اللي ما هيش في محلها. لم يتم تغييرهم على كل حتى نستند كثيرا لهذا التبرير. تمت إشارات وحطها الإعلام، ومن حسن الحظ أن الحكومة معناها بقيت يعني متوسكة بهذه يعني القيادات. الحاجة الثانية، العامل الإقليمي يلعب دور كبير. نعم. الجرح الليبي ما زال إلى اليوم ينزف، يعني الجرح الأمني الليبي كما حجرة سيزيف. رغم هناك بعض الانتصارات في ليبيا أيضا، في سرت تحديدا في القضاء على تنظيم الدولة، هناك هذا ما تردده وكالة الأنباء، وحتى أطراف ليبية قريبة من مصدر القرار. أي. يعني بالنسبة إلى وضعية سرت خاصة اللي فيها كثير من التونسيين، نعم. هو اليوم فقط اليوم أيضا يعني ورات التلفزة العراقية عمليات إعدام للكثير من هؤلاء المقاتلين وفيهم تونسيون تمت اليوم. نعم. إذن اللي قاعد يصير الآن الزحف متاع الدواعش من سوريا والعراق وليبيا نحو الرجوع إلى بلدانهم، هذا يخلق يعني مشكلة كبيرة. وذاك علاش قلت أنه الناس هذم يعني كيف أنت تعمل عمليات إرهابية هنا في تونس، وربما أنت تعملها هنا في القصرين باش تخلي جبهة أخرى يدخلوا منها المهربين ويدخلوا الإرهابيين هذوما اللي يريدون الدخول إلى تونس. إذن ثم عامل إقليمي وثم عامل محلي. لو عدنا للسياق المحلي على أهمية الجانب الإقليمي طبعا، وقرأنا عن قرب أكثر عملية حي الكرمة، البعض يقول أن الجهاز الاستخباراتي العمل الاستخباراتي يتعافى بالفعل، وقد أكد ذلك أن تحدث هذه العملية فجرا بعد تجميع لمعلومات معينة، هناك رصد حقيقي حتى لتحركات هؤلاء الإرهابيين والمنزل الذي تحصنوا به. ما رأيك في كل هذا؟ أم هو ربما من قبيل رفع معنويات ربما أكثر؟ لا، هو ليس رفع معنويات. أنا متأكد أن المدرسة التونسية في الاستخبارات رغم قلة الإمكانيات اللوجستية هي مدرسة متميزة حتى قبل 2011.
يعني معروفة. ومن حسن الحظ أنه من بين القرارات الإيجابية اللي اتخذت في الفترة الأخيرة إرجاع قيادات أمنية فاعلة كانت, كانت عندها قيمة أمنية كبيرة ياسر. ولكن أنا نقول الأكثر من هذا, يعني تونس في هاته المعمعة اللي نشوفه على يعني حدودنا في ليبيا كيفناش, في تركيا كيفناش, فيعتبر يعني العمليات الاستباقية هامة جدا. لكن أنا الرجاء الكبير ياسر أنه نخليه القيادات الأمنية والمؤسسة الأمنية والعسكرية تشتغل بعيد عن التجاذبات السياسية. فقط اللي صارت في المدة الأخيرة إن شاء الله ما تتعودش. الحاجة الثانية في العملية هذه الأمنية معنا اللي صارت في القصرين يحللنا عينينا على أيضا النواقص. كيف نسمع اليوم الإعلام يقول اللي هالجرحى هذوما حتى في الحادث نتاع اليوم يتوزع على 5 معناها مستشفيات, يعني هذا ما هوش معقول بالنسبة إلى منطقة حدودية وعسكرية ومعناها 7 حكومات يا رسول الله يجيوا وتبقى المنطقة هذه معناها ما فيهاش المرافق الأساسية والدنيا, هذا يعني ما ينجمش يكون. الحاجة الثانية أراه الإرهاب ما نجموش نضربوه فقط بالوسائل الأمنية البحتة. المجهودات اللي قاعدة تقوم بهم وزارة الداخلية وزارة الدفاع ممتازة, ولكن نراه الإرهاب هو مواجهة لعناصر الأخرين اللي سميناهم الإرهاب الشامل. يلزم الحكومة هذه تفكر باش تحقق في المناطق المهمشة هذه الحد الأدنى. وقت اللي يقولوا ثم في الجنوب منطقة حرة, الآن في القصرين ما راهو حتى شيء من الأشياء هذه, وبالتالي يلزم قرارات حاسمة يقولوا لهم ها مش نعملوا لكم هذا اللي هو في القريب التنمية والمشاريع التنموية أكثر. أنا نقولها ونعود على الحكومة وهذه خاطية الداخلية والدفاع, أراه ما تنجم تضرب الإرهاب. صحيح تضربوا أيضا في جذوره الاجتماعية والاقتصادية وتضربوا أيضا في جذوره في الخطاب الديني. وقت اللي انت تعمل حكومة جديدة فيها وزير شؤون دينية ما هوش متاع وقته ما ينجمش يقاوم الإرهاب, هذا يعني بالنسبة للحكومة تسمى ضرورة لمراجعة. هذا رأيك في صميم الموقف السياسي والتقييم للوزارات والحكومة, نحترمه بالتأكيد. شكرا لك الأستاذ علي العلياني المختص في الشؤون العلاني عفوا المختص في الشؤون العسكرية والجماعات الإسلامية, لك جزيل الشكر. شكرا. سياسيا الآن وفي سياق متصل, تابع أول اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي, تابع الوضع الأمني في البلاد والعمليات الأمنية والعسكرية الجارية التي تشهدها ولاية القصرين. وقد حي المجلس بسالة القوات المسلحة في دحر الإرهاب كما ترحم على أرواح الشهداء. هذا وقد أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات حادث المرور الأليم الذي جد في منطقة خمودة من ولاية القصرين, كما قرر إرسال فريق وزاري مكون من كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة العمومية ووزير النقل على عين المكان. ونظر المجلس في جملة من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون إسناد منافع لأبناء شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية والديوانة. جولتنا الإخبارية مستمرة معكم مشاهدينا, تتابعون فيها بعد قليل. شلل تام في تزويد وحدات المجمع الكيميائي التونسي بالفوسفات التجاري بسبب توقف العمل بكافة وحدات الإنتاج لشركة فوسفات جفصة منذ الاثنين الماضي. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انقضاء آجال الطعون وعدم تسجيلها أي اعتراضات بخصوص قائمة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء المزمع تنظيمها في 23 من شهر أكتوبر القادم. بانقضاء آجال الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاصة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء أصبحت قائمة الناخبين نهائية, أما فتح باب الترشح لعضوية المجلس فينطلق في 2 سبتمبر ويستمر على مدى 10 أيام حسب ما أعلنته الهيئة خلال نقطة إعلامية. لم يقع تقديم أي طعن في قرارات الهيئة بالنسبة لهذه الانتخابات. احنا عندنا 108 مكتب اقتراع, عندنا إلى حد اليوم 270 ملاحظ معتمد,
وعندنا قرابة 88 مطلب نتاع ملاحظين نتاع زوز جمعيات مازالوا ما استكملوش بقي الملف. إذا من المرشح أن عدد الملاحظين إلى حد المعطيات اللي عنا اليوم ما تفوت 300 ملاحظ. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دعت الهياكل والوزارات المعنية بمتابعة ملفات التأديب لتقديم قائمات العقوبات المسجلة لديها في مختلف الاختصاصات حتى يتسنى للهيئة البت نهائيا في الترشحات. الهيئة دعات جميع الهياكل والوزارات اللي يرجعوا لها المترشحين ذوما أنهم يقدمونا قائمات محينة بالأشخاص اللي معرضين عقوبة تأديبية، وفي نفس الوقت هو القانون يشرط على المترشحين ذوما أنهم يعملوا تصريح شرف بعدم تعرضهم لأي عقوبة تأديبية. وفي القيروان تعتزم هيئة الانتخابات غلق مكتب الاقتراع الخاص بأربعة قضاة عدليين من الرتبة الثالثة، فلضعف عدد الناخبين سيتم إدراج أسمائهم بمركز الاقتراع بسوسة، وذلك احتراما لمبدأ سرية التصويت الذي يجرى في 23 من شهر أكتوبر القادم. أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد أنه بالإمكان تنظيم الانتخابات البلدية خلال شهر ماي 2017 في حال تمت المصادقة على قانون الانتخابات ونشره قبل موفى شهر سبتمبر المقبل. في شهر ماي ممكن جداً تنظيم هذه الانتخابات. حاجة برك يقعد السؤال، احنا نعرفوا شهر ماي شهر الباك البكالوريا الطلبة وين يبدأ شهر امتحانات الجامعية، دونك نختار أفضل تاريخ، لكن ممكن جدا أنه يقع تنظيمها في ماي إذا كان بطبيعة الحال الفرضية تحققت في نشر قانون انتخابي في سبتمبر. أعلن المركز الوطني البيداغوجي عن تخصيص 13.5 مليون كتاب للعودة المدرسية المقبلة التي ستشهد إضافة 6 عناوين جديدة خاصة بالسنة الأولى والثانية من التعليم الأساسي. كما أكد المركز بعث موقع إلكتروني سيخصص لتلاميذ جميع المستويات من أجل المراجعة والتدارك. 13.5 مليون نسخة هو العدد الجملي لنسخ الكتب المدرسية التي تم تخصيصها للعودة المدرسية المقبلة. تم طباعة 13 مليون نسخة منها إلى موفى شهر أوت الجاري. كما تمت إضافة 6 عناوين جديدة لكتب مدرسية خاصة بالسنة الأولى والثانية من التعليم الأساسي من بين إجمالي 340 عنوانا تم طباعته. معطيات قدمها المركز الوطني البيداغوجي قبل حوالي أسبوعين من العودة المدرسية. تم نشر 6 عناوين جديدة لتلاميذ السنة الأولى والسنة الثانية من التعليم الأساسي، واللي هما كتاب العربية سنة أولى، كتاب التمارين، وكتاب الرياضيات أيضا نفس الشيء بالنسبة للسنة الثانية. 500,000 نسخة هذوما يهموا عنوان واحد معناها هو الرياضيات سنة ثانية، سيتم التزود به من المطبعة حسب الأجل التعاقدية بداية من 5 سبتمبر، معناها قبل معناها 10 سبتمبر يكون الكتاب موجود في كل جهات. من جهتهم أكد أصحاب المكتبات توفر الكتب المدرسية ما عدا بعض العناوين. فما نقص في التذكير الإسلامي في السنوات الكل حتى السنة أولى ثانية وثالثة، وفما نقص في الكتاب تاع المات طوم أن باك سيونس. كل شيء موجود أخطاء سنة أولى وسنة ثانية أكهو هذاك اللي نقص، ونقصين عندك الكراسة المدعمة ما فماش. تزامن العودة المدرسية هذه السنة مع عيد الإضحى، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، أثر سلباً على الميزانية التي خصصها المواطن للعودة المدرسية، رغم أن أسعار الكتب مستقرة منذ سنة 2008. الرونتري جامعة العيد الكبير مش يأثر على الميزانية متاع المواطن التونسي. جاء رمضان وبعد عيد صغير، بعد دخلنا متى في الصيف فهمتي، بعد جات متى واحد لونتري سكولير وجاي معاه العيد فهمت، متى برش حاجات بصراحة ياسر كثرة ما تقدش منه المواطن التونسي. هذا وأعلن المركز الوطني البيداغوجي بعث موقع إلكتروني على العنوان www.ecole.edunet.tn، سيخصص للمراجعة والتدارك ويحتوي على تمارين تفاعلية لكل المستويات الدراسية، كما أن الدخول إلى الموقع سيكون مجانيا لكل المستعملين. نفذ عدد من المعطلين عن العمل مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ومقر الإذاعة الجهوية بقفصة، وذلك ضمن تحركاتهم الدورية للتذكير بمطلب التشغيل.
وقد اعتبر المندوب الجهوي للتربية بقفصان التحركات الاحتجاجية بالمندوبية لم تعطل سير العمل بالمؤسسة، وأن مطالبهم قيد الدرس بالوزارة. حركات هذه نتفهمها، نعرف أسبابها، ولكن كمندوبية يعني في نهاية في حقيقة الأمر وفي نهاية الأمر ما عندناش حتى دور يمكن نلعبوه بأكثر من أنه نبلغوا أصوات يعني هالأخوة هذوما للأطراف المعنية. دعا السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، دعا إلى فض الإشكال القائم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي من أجل تأمين العودة المدرسية وإنجاحها، وذلك خلال إشرافه على حملة توزيع مساعدات على أبناء الشغالين بباجة. التقيت مع السيد رئيس الحكومة، السيد وزير التربية التقى بالنقابات، مش يتواصلوا في النقابات هذا، ولابد من إيجاد الحل حتى تكون العودة المدرسية في ظروف طيبة وآمنة ومعناها ترضي كل الأطراف. انقطعت نهائيا منذ يوم الاثنين 29 من أوت الجاري عمليات تزويد وحدات المجمع الكيميائي التونسي في المظلة وجابس وصفاقس بالفوسفات التجاري الذي تنتجه شركة فوسفات قفصة. مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. بعد أن طالت موجة جديدة من احتجاجات طالبي الشغل منشآت إنتاج الفوسفات بالجهة ومسالك نقله بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة، شهدت عمليات تزويد وحدات المجمع الكيميائي التونسي بالفوسفات الذي تنتجه شركة فوسفات قفصة شللاً كلياً، إذ عمد محتجون من معتمدية المتلوي من طالبي الشغل من بينهم أصحاب شهائد عليا منذ السبت الماضي إلى الاعتصام بمواقع لإنتاج الفوسفات وخاصة بالمغسل عدد 4 وأيضاً على مستوى محطة النقل الحديدي وسط المدينة، متسببين بذلك في توقف عمليات إنتاج الفوسفات ونقله من المتلوي عن طريق القطارات نحو معامل إنتاج الأسمدة الكيميائية في جابس والمظلة والصخيرة وصفاقس. توقف الإنتاج يؤثر سلباً على نشاط قطاعي الفوسفات والأسمدة باعتبار أن شركة فوسفات قفصة تعول كثيراً هذه الفترة على إنتاج معتمدية المتلوي لتلبية جزء من حاجيات المجمع الكيميائي التونسي من الفوسفات التجاري. وتعتبر معتمدية المتلوي أهم مركز لإنتاج الفوسفات بولاية قفصة، إذ توفر نسبة تقارب 60% من حجم إنتاج شركة فوسفات قفصة من الفوسفات التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن نشاط شركة فوسفات قفصة متوقف تماماً بمعتمدية رديف منذ جانفي الماضي. وحسب شركة فوسفات قفصة فإن إنتاج الشركة من الفوسفات التجاري بلغ منذ بداية جانفي إلى غاية 30 من أوت 2016 2,386,000 طن مقابل هدف رسمته الشركة بإنتاج 4,331,000 طن، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 45%. ويذكر أن مداخيل شركة فوسفات قفصة قبل جانفي 2011 كانت تقدر ب1,000 مليار دينار سنوياً. توجد بمناطق الحوض المنجمي وهي المتلوي ورديف والمظلة وأم العرايس 11 وحدة لإنتاج الفوسفات. لأن إلى أبرز الأحداث العالمية في استعراض سريع. أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية مقتل امرأة وإصابة 10 أشخاص آخرين جراء انفجار في زحلة بمحافظة البقاع شرق لبنان، كما ذكرت أن القتيلة هي مواطنة سورية وأن العبوة الناسفة التي سببت الانفجار وضعت في حوض ورود لا يتجاوز وزنها 5 كيلوغرامات حسب تقديرات أولية. أضرم عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة النار في أبار النفط بمدينة القيارة العراقية بعد هزيمتهم وانسحابهم من المنطقة الأسبوع الماضي. وكان القيارة ونجمة الحقلين الرئيسيين في المنطقة ينتجان ما يقارب 30,000 برميل يومياً من الخام الثقيل قبل وقوعهما تحت سيطرة الإرهابيين. نفذ الجيش التركي قصفاً مدفعياً استهدف مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة غرب مدينة جرابلس، فيما عززت القوات التركية انتشارها في المناطق المحاذية للحدود مع سوريا. هذا وتحاول قوات الجيش السوري الحر والتركية استعادتها بعد سيطرة التنظيم عليها ليلة أمس.
احتفل الإسبان بالمهرجان السنوي لمعركة الطماطم في نسخته 71، وقد جرى تحميل نحو 150,000 كيلوغرام من الطماطم تم نقلها إلى بلدة بونيولا الإسبانية استعداداً لمعارك يتراشق فيها المشاركون بالطماطم في شوارع القرية الضيقة. أخبار الرياضة الآن وطنياً ودولياً مع بشير القروي. تفضل بشير. مساء الخير مكي، مساء الخير مشاهدينا، ومرحباً بكم إلى هذا الموعد الرياضي. أعلن اليوم السيد ثامر الفندري ترشحه لرئاسة النادي الرياضي الصفاقسي، وذلك قبل غلق باب الترشحات المقرر اليوم. وتضم القائمة كل من رئيس فرع كرة السلة السيد ناصر نجاح والسيد محمد علي الصحنون، وتدخل هذه القائمة سباق الانتخابات تحت شعار قائمة المبادرة. وكانت قائمة أولى قد أعلنت ترشحها في وقت سابق برئاسة السيد منصف خماخم، كما يشار أن أشغال الجلسة العامة الانتخابية ستدور في 16 من شهر سبتمبر المقبل. أمضى اليوم لاعب لوريون الفرنسي والنادي الرياضي الصفاقسي سابقاً ديديان دونك عقداً مع نادي ساندرلاند الإنجليزي، عقد يمتد لخمس مواسم مقابل مبلغ قدره 20 مليون أورو. ومن المنتظر أن يغنم النادي الصفاقسي بحوالي 10% من قيمة الصفقة، كما ينص عليه عقد انتقال اللاعب إلى الفريق الفرنسي. انتقل رسمياً اللاعب الدولي التونسي نعيم سليتي من فريق ريد ستار الفرنسي إلى فريق ليل ميتروبول والناشط في الدرجة الأولى الفرنسية على سبيل الإعارة. وقد تضمن العقد بنداً ينص وجوباً على شراء العقد، هذا وبلغت قيمة الصفقة 2 مليون يورو. تعاقد اللاعب الدولي التونسي حمدي الحربوي مع فريق أندرلخت البلجيكي لمدة موسمين بعد مغادرته لفريق أودينيز الإيطالي، تجربة أخرى لمهاجم المنتخب في البطولة البلجيكية بعد موكخون، فيزي ولوفان ولوكيرن. ذكرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الأربعاء أن فريق تشيلسي الإنجليزي عبر رسمياً عن نيته في التعاقد مع اللاعب التونسي أيمن عبد النور على سبيل الإعارة من فريق فالنسيا الإسباني مع إمكانية شراء عقده. يذكر أن الميركاتو الصيفي سيغلق في حدود منتصف الليل. إلى كرة اليد الآن، حيث انتقل اللاعب النادي الإفريقي محمد السوسي إلى صفوف السد القطري للمشاركة مع الفريق في بطولة العالم للأندية، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من 5 إلى 8 من شهر سبتمبر 2016. وسيكون السوسي ثاني لاعب في النادي الإفريقي يعزز صفوف نادي السد بعد اللاعب أمين بنور. ويشار أن البطولة ستشهد مشاركة بطل إفريقيا وممثل تونس الوحيد في المسابقة الترجي الرياضي التونسي. ختاماً نصل مشاهدينا وإياكم إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، والمشوار متواصل الآن مع زميل مكي. شكراً لك بشير. نتابع مباشرة إلى أحوال الطقس وأخباره، تقدمها اليوم سونيا ليمونسي. مساء الخير مشاهدينا الكرام. شهد طقس اليوم سحبا كثيفة بالشمال والوسط مع بعض الأمطار، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة بخليج جابس. البحر كان قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة لهذا اليوم كانت كالتالي: بالعاصمة 32 درجة، 31 درجة بنابل، 32 درجة بصفاقس، و40 درجة بتطاوين. التوقعات الجوية اليوم الخميس: بعض السحب الكثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، البحر يكون مضطرباً. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا: تتراجع الغيوم الكثيفة تدريجياً، إلا أن سماء كل من المغرب والجزائر تبقى مغطاة بسحب عابرة. درجات الحرارة تكون بالقاهرة 40 درجة، 33 درجة في بنغازي، طرابلس 35 درجة، الجزائر 29 درجة، و28 درجة بالدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، تستقر الحرارة نسبياً بكافة بلدان الجزيرة العربية مع أجواء مغيمة بالقدس وبيروت. درجات الحرارة تكون بالدوحة 42 درجة، كذلك بالرياض 41 درجة بمكة المكرمة، القدس 29 درجة، و36 درجة بالخرطوم.
مرورا إلى أوروبا، يعود الطقس مشمسا ودافئا بالسواحل الجنوبية خاصة إيطاليا وفرنسا، مع تواصل الأجواء المغيمة والممطرة بالجزء الشمالي للقارة. درجات الحرارة تكون بباريس 19 درجة، كذلك بلندن 27 درجة، ببرلين 30 درجة، ببلغراد و32 درجة، بإسطنبول. وصولاً إلى شمال أمريكا، الأجواء مستقرة والحرارة في ارتفاع طفيف منذ بداية الأسبوع بكافة أنحاء القارة. درجات الحرارة تكون بواشنطن 35 درجة، 21 درجة بمونريال، و36 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس: بعض السحب بأغلب الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة يوم الخميس ستكون بين 31 و 40 درجة، الجمعة بين 28 و 36 درجة، ويوم السبت بين 29 و 37 درجة. غدا الخميس غرة سبتمبر يكون الشروق على الساعة 5:50 دقيقة، والغروب في الساعة 6:48 دقيقة. صورة الشروق أرسلها لنا أحمد التونسي من جربة، وصورة الغروب فتصلنا من السيشال للبنى عموس. شكرا مشاهدينا على المتابعة، ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة. والآن عودة لك مجددا مكي. شكرا لك يا سونيا، بهذا نبلغ وإياكم منتهى جولتنا الإخبارية هذا. قبل تحية الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين: مقتل 16 شخصا وإصابة 85 آخرين في حادث سير مريم بالقصرين، والقضاء على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية استباقية، والمواجهات الأمنية بحي الكرمة تسفر عن استشهاد شاب. فتح باب الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في 2 سبتمبر، وهيئة الانتخابات تعلن عدم تسجيل أي طعون بخصوص قائمة الناخبين بعد انقضاء الأجل. تخصيص 13.5 مليون كتاب للعودة المدرسية المقبلة، وبعث موقع إلكتروني مجاني خاص بالمراجعة والتدارك. هذا كل ما لدينا في نشرة اليوم، شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.